وقد نصادف كثيرا من الأسئلة التي تطرح بين أيدينا عن المدرس وكيف يدرس وكيف يدير الحلقة. في السابق كانت الحلقات يكون فيها أعداد كبيرة جدا من الطلاب، ربما تكون الحلقة فيها أكثر من 100 أو 200 والشيخ واحد كما هو مذكور في تراجم المشايخ الكبار أنهم كانت الحلقات عندهم فيها يعني عدد كبير جدا من الطلاب الذين يدرسون. فالمشايخ بما وهبهم الله سبحانه وتعالى من الإخلاص والنباهة اصطفوا نخبة من الطلاب الجيدين وقاموا بتعليمهم وأجلسوهم في الحلقة وجعلوهم عرفاء يعينوهم على أن يستمعوا للطلاب، وكان كل عريف من العرفاء له عدد معين من الطلبة الذين يستطيع أن يستمع لهم في الوقت الذي يكون موجوداً فيه في الحلقة الرئيسية. ومع ذلك فإن الطلاب الذين يدرسون عند العريف لا يستمرون عنده كل يوم، بل ينتدب الشيخ كل يوم نخبة أخرى من الطلاب لتدرس عند العريف هذا غير التي درست بالأمس. هذه كانت تعين المدرس على الأداء، لأنه لا يستطيع أن يستمع لـ200 طالب أو غير ذلك. هذه الأمور من ثقافة العمل، أي أن الثقافة التي يعرفها المدرس هي التي جعلته ينتخب العرفاء ويعلمهم ثم يدربهم على أن ينسجموا في حلقات صغيرة لهم يؤدون الواجب الذي هو يرتضيه منهم بين هذه الزبرة الكبيرة من الطلاب الموجودة التي تدرس. ثم يختار كل يوم من كل حلقة أحد الطلاب ليطمئن بنفسه على أن العريف قد أدى الغرض المطلوب منه لكي يستمع. إلا أن هناك حلقات أخرى خاصة بالشيخ الذي هي حلقات الاستماع الكلي ممن يصطفيهم الشيخ ويرى فيهم القدرة والمهارة في حروفهم وفي كلماتهم وفي مسائل الوقف والابتداء والمعاني، ويبدأ بوضعهم تحت كما يقولون في اللغة الحديثة المجهر حتى يعلم منهم ويأنس أنهم يقومون بهذا العمل الذي يريده هو، وهو المهارة، الارتقاء بأنفسهم في درجات المهارة شيئا فشيئا. ثم بعد ذلك إذا أكملوا وأصبحوا في حالة من النضوج وقادرين على أن يديروا حلقات بأنفسهم، يبدأ الشيخ في يعني إعطائهم الفرصة أن تكون لهم حلقات خاصة بهم لا يتدخل هو فيها.